أكد وزير الموارد المائية عون ذياب سعي الوزارة إلى معالجة أزمة شح المياه في نهر الفرات وجفاف الأنهر المغذية لمحافظة المثنى. وقال ذياب خلال زيارته إلى المثنى أن الوزارة تسعى لتعزيز نهر الفرات من نهر دجلة بإنشاء سدود، كما إنها وضعت خططا كفيلة لتلافي هذه الأزمة الخطيرة. إن الظرف القاسي هو شحة المياه، طبعا شحة قاتلة بالعراق، يعني حسب نسب اللي موجودة في موارد المائية. اليوم كمحافظ مثنى أعطيت لسيد معالي وزير الموارد المائية جزء من الحلول خلال هذه الفترة، فترة الذروة، فترة الصيف، قسم منها الآن تنفذت وقسم منها أيضا حتى أعطيكم بالصورة الواضحة اللي هو مشروع ماء السماوة الكبير. إن شاء الله يعني بداية السنة شهر الواحد أو شهر 12 راح يوصل الماء إلى ماء مشروع ماء المثنى الكبير. محافظة المثنى لها خصوصية كبيرة في نظرنا، لأن هي محافظة تقع في ذنائب الأنهر، وهي بحاجة ملحة كبيرة للمياه. ومثل ما تفضل السيد المحافظ، صحيح احنا السنة هي أصعب سنة يمر بها العراق، لكن هناك إجراءات قامت بها الوزارة ومستمرة بها حاليا لتعزيز نهر الفرات. كثير من المشاريع الأخرى اتفقنا، كان هناك إعازة إلى دوائرنا المختصة بشأن نقل المياه إلى مشاريع الإسالة، لأن مشاريع الإسالة الحقيقة تقع في نهايات الأنهر، من الصعب وصول المياه الصالحة لأغراض تشغيل هذه المجمعات. كان هناك مثل ما تفضل السيد المحافظ للمثنى حصة جيدة من التخصيصات الموجودة في الموازنة لهذه السنة.